بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم نشوفوا حصه اللي عنده فيها على لي نومبر ريال وعنده وي ولا المفاهيم ديال لونسومبل دي مينيورون لونسومبل دي ماجورون المين ديال واحد لونسومبل الماكس ديال واحد لونسومبل لانف ديال واحد لونسومبل والسوب ديال واحد لونسومبل. ما عندويش على ايبسيلون اليوم، ايبسيلون خليو لها حصه ديالها ديك يعني كضيف شرف غنخليو لها حصه ديالها الحصه المقبله باش نشوفو كيفاش كنديرو البرهان عليها. اليوم غنفهمو غير هاد المفاهيم، هاد كل مفهوم خصنا نفهموه مزيان ونعرفو نخدمو على هاد ليانسومبل هادو كاملين، هاد التمنية ديال المجموعات نعرفو كيفاش نجبدو لونسومبل دي مينورون دي ماجورون المين الماكس لانف والسوب. صافي، الا تعلمنا اليوم هادشي هذا فراه مزيان باش في الحصة الجاية إن شاء الله نشوفو عاوتاني ليبسيلون بوحدها كيفاش كنديرو نبرهنو بيها وشنو هما يعني التعاريف ديال المينورون ماجورون المين الماكس لانف والسوب بدلالة ليبسيلون. صافي، إذا نبداو. أول حاجة مثلا رسمت لكم هاد لونسومبل، هادي اللي هي لونسومبل أو مثلا، هذا واحد المستقيم، هادي واحد لونسومبل، هادي لونسومبل أو. أو غير رسمتها أنا على مستقيم، بغيت أو نكتبها مثلا بحال هكا. شنو هي هاد لونسومبل او؟ هادي هي لونسومبل اللي هي من ناقص جوج حتى ربعة، ها هي ناقص جوج ربعة، رسمتها هنايا باش نفهمو هاد المفاهيم ديالنا. اذا بالنسبة للمينورون، المينورون شنو كنعنيو بالمينورون مثلا ديال هاد لونسومبل او؟ حنا نعتبرو عامة حيت ما نخدموش حنا هاد لونسومبل او. مثلا المينورون ديال واحد لونسومبل، انا او عطيتها مثلا في هاد المثال، هي هادي المينورون ديال لونسومبل او كيتساوي لنا واحد ام، هي راه لونسومبل ماشي عدد، بحيث انه شنو التعريف ديالها؟ التعريف ديالها هو كيلكو سوا اكس، كيلكو سوا واحد العدد اكس كينتمي لنا لهاد لونسومبل او، شنو هاد ام هادي اللي هي لونسومبل ديال مينورون مالا ام اصغر من او يساوي اكس. صافي، اذا المجموعه ديال لي مينورون هي المجموعه اللي كيكون فيها واحد العدد ام، بحيث انه كيلكو سوا اكس ابارسونو ان او ام مالا كتكون اصغر من او يساوي اكس. صافي، اصغر من او يساوي اكس. مثلا هنا بالمجموعه او اللي خدامينها في هذه الحاله هذه، شنو غيكون المينورون ديال المجموعه في هذه الحاله هذه؟ مثلا هنا نعطيو التعاريف عامه وهنا نخدمو على هذه المجموعه. مثلا كمثال، شنو هو المينورون لونسومبل دي مينورون ديال لونسومبل ديالنا او في هاد الحالة هادي؟ انطلاقا من التعريف، شنو قال لك؟ المينورون ديال او هو ام، بحيث ان كيلكو سوا اكس ابارتونو او ام مالا اصغر من او يساوي اكس. اذا هنايا بالنسبة لونسومبل ديالنا اللي هي من ناقص جوج حتى الربعة، خصنا نشوفو ديك الاعداد، يعني كيلكو سوا اكس كينتمي لهاد لونسومبل او. لونسومبل ديال مينورون شنو هي؟ هي لونسومبل ديال واحد العدد ام، بحيث انه كيلكو سوا اكس ابارتونو او ديك ام راه اصغر من او يساوي اكس. يعني مثلا الام غيكون هو ناقص جوج، حيت لاحظ معايا اصغر عنصر كاين في المجموعه او هو ناقص جوج، ياك؟ يعني لونسومبل دي مينورون هي جميع الاعداد اللي اصغر من او يساوي هاد ناقص جوج، يعني لونسومبل دي مينورون هي هادي، هاد المجموعه كامله اللي فيها شنو؟ الاعداد اصغر من او يساوي هاد ناقص جوج، هادي كتسمى بلونسومبل ديالاش ديال لي مينورون. صافي، هادي هي لونسومبل ديال المينورون. اذا بالنسبه لهنا المينورون ديال او، لاحظ معايا او هي ناقص جوج ربعة، قلنا لونسومبل ديال المينورون هي هاد لونسومبل هادي. اذا الا بغينا نكتبو هادي على شكل مجموعة شنو هي؟ راه هي موال لانفيني ناقص جوج، كاينه ولا مكايناش؟ هي موال لانفيني ناقص جوج، دائما داك العدد كدخلو. صافي، كدخل، دابا حنا عندنا ناقص جوج هو هذاك ام، هو داك العدد، يعني كيلكو سوا اكس ابارسون او شنو؟ ناقص جوج راه اصغر من او يساوي داك اكس. خسر اي عدد كينتمي لونسومبل او فراه داك اكس داك ناقص جوج اللي هو اصغر عنصر راه دائما اصغر من اي عنصر كاين في المجموعه. صافي، اصغر من او يساوي اي عنصر في المجموعه او. بالنسبه للماجورون حتى هي اونسومبل ماجورون ديال او، اش كتساوي لينا؟ واحد غون ام، حيت شنو؟ حيت كيلكو سوا اكس ابارتونو ا او، كيلكو سوا اكس ابارتونو ا او، شنو؟ بالنسبة لإكس ديالنا مالا أصغر من أو يساوي داك ام. صافي، إكس ديالنا أصغر من أو يساوي ام، خد أي عدد من المجموعة أو شنو؟ كتلقى داك العدد أصغر من أو يساوي هاد ام هذا
اللي كيعطينا لونسومبل ديال الماجورون. اذا بالنسبه لنا هنا اللي جينا لهذا لونسومبل اللي عندنا هنايا، شنو هو اكبر عدد كيبان لك في هذا لونسومبل؟ انت ناقص جوج ربعه، اكبر عدد هو اربعه. يعني الا خديتي اي عدد من هذه المجموعه وكتلقاه اصغر من او يساوي اربعه، حيت اكبر عدد كاين في المجموعه هو اربعه، واربعه راه اصغر من او يساوي اربعه. صافي. اذا بالنسبه لهنا لونسومبل دي ماجورون فينا هي عندنا هنا بالنسبه للونسومبل راه هي هذه، جميع الاعداد اللي شنو هنا شنو درنا اكس اصغر من او يساوي ام، يعني جميع الاعداد اللي كبر من هاد ام هذا. صافي. هما جميع الاعداد اللي كاينين كبر من هاد ام هذا، يعني كيبداو من ام حتى لوس لانفين. صافي. يعني هذه هي لونسومبل دي ماجورون. اذا بالنسبه لهنا لونسومبل دي ماجورون ديال او شنو هي؟ هي اللي كتبدا من هذا العدد هذا وكتمشي حتى بلوس لانفيني. صافي. هي اللي كتبدا من هذا العدد هذا وكتمشي حتى بلوس لانفيني، يعني العدد اللي عندنا دابا الكبير في المجموعه شنو هو؟ هو 4، يعني كتبدا من 4 دائما كيكون داخل حتى الاس حتى بلوس لانفيني. اذا هذا بالنسبه للماجورون. بالنسبه للمين، المين ديال او، المينيمو ديال هاد او هذا، هنا غادي نعطيك واحد الحاجه مزيانه. المينيموم ديال او دائما كيكون ينتمي الى او، هو عدد ماشي اونسومبل. صافي. ماشي بحال الماجور والمينور، هو عدد. المين ديال او راه كينتمي ل او. صافي. ضروري خصو يكون كينتمي ل او، الا ما كانش كينتمي ل او يعني المين راه ني اكزيست با، ما كايناش. اذا بالنسبه للتعريف ديال المين شنو هو؟ يعني كالكو سوا كما خدينا واحد اكس كينتمي ل او، شنو المين دو او مالو؟ راه اصغر من او يساوي اكس، يعني اي عدد كيكون كبر من هذا المين دو. صافي. خد اي عدد بالنسبه للمجموعه كيكون كبر من او يساوي هذا المين دو او. بحال دابا المين هنا في هذه الحاله، المين بكل بساطه هو اصغر عنصر. صافي. هو اصغر عنصر كاين في المجموعه ولكن كينتمي ليها. شنو هو اصغر عنصر بالنسبه للمجموعه او؟ لاحظ معايا من ناقص جوج حتى الربع، اصغر عنصر هو ناقص جوج، ناقص جوج واش كينتمي؟ ها هو داخل. اذا شنو هو المين في الحاله ديالنا هنا؟ المين في الحاله ديال هذا ليكزامبل هذا اللي حطيناه هنايا شنو هو؟ هو ناقص جوج. صافي. اذا المين هو اصغر عنصر في المجموعه وكينتمي ليها. بالنسبه للماكس، الماكس دو او شنو هو؟ الماكس دو او حتى هو خصو يكون كينتمي لو. هادشي باش كيختلفوا التعريف لبعضياتهم، يعني عطاو اللانف والما اولا والسب. صافي. خصهم هاد المين والماكس ضروري يكونوا كينتميو لو. صافي. هنا بالنسبه للتعريف ديال الماكس، كالكو سوا اكس كينتمي لو شنو؟ الماكس ولا نديرو اكس، اكس غيكون اصغر من او يساوي الماكس دو او. صافي. كيما ناخذ واحد العدد من او دائما داك اكس كيكون صغر من او يساوي الماكس دو او، والماكس دو او خصو يكون كينتمي لو. مثلا في المثال ديالنا عطينا لونسومبل او هي ناقص جوج ربعه، شنو هو الماكس ديال هذه المجموعه؟ شنو هو اكبر عنصر في المجموعه؟ هو اربعه، ياك؟ وربعه واش داخل ولا يعني واش كينتمي لهذه المجموعه ولا لا؟ لاحظ معايا بلي هو داخل، اذا ربعه راه كينتمي لو، هو اكبر عنصر في او، اذا شنو؟ اذا الماكس ديال او شنو هو؟ راه هو 4. صافي. اذا الماكس ديال هذه المجموعه هذه راه هو 4. دابا بقاو لينا جوج ديال التعاريف بالنسبه للان ديال هذه المجموعه او. لانف ديال او حتى هو عدد ولكن مالو؟ كينتمي لار، ماشي بالضروره كو كينتمي لو. صافي. لانف ديال او كينتمي لار، حتى هو عدد ولكن ماشي بالضروره كو كينتمي لو. مثلا هنايا شنو هو التعريف ديالو؟ التعريف ديالو هو كالكو سوا اكس كينتمي ل او، شنو؟ لانف ديال او مالو؟ راه اصغر من او يساوي اكس. لاحظ معايا هنا بلي التعاريف ديال المين ولانف كيتلفوا لك مع بعضياتهم هنا، ولكن شوف الاختلاف. المين كينتمي ل او بينما لانف كينتمي ل ار، يعني يقدر يكون اي عدد من ار. صافي. اذا بالنسبه لهنا لانف ديال او اصغر من او يساوي اكس، اذا شنو هو لانف؟ هو اصغر عنصر كاين في او، ولكن ماشي مهم انه يكون كينتمي لو، واخا ما يكونش كينتمي. مثلا كان المجال مفتوح هنايا، كان المجال مفتوح يعني اصغر عنصر غيكون هو ناقص جوج، ولكن داك ناقص جوج في هذه الحاله ديال المجال مفتوح راه ما داخلاش، حنا ما كيهمناش. فلانف واخا تكون ما داخلاش، صافي، واخا تكون ما داخلاش داك ناقص جوج، راه لانف هو داك ناقص جوج، ما كيهمش واش كينتمي لو ولا لا. صافي. لانف ماشي مهم واش كينتمي لو ولا لا، كينتمي ل ار، يقدر يكون كينتمي ل او. بحال دابا لانف شنو هو؟ اصغر عنصر كاين في المجموعه او، وما كيهمش واش هو داخل المجموعه او لا لا. بحال دابا انا شنو هو اصغر اصغر عنصر في المجموعه او؟ راه هو ناقص جوج. بالنسبه للتعريف ديال لانف كاين واحد التعريف شنو هو؟ هو اصغر ولا البلو غون مينور.
صافي التعريف ديال تلانف عند واحد التعريف اخر. مثلا الا جبتي المينوغو يمكن لك تجبد انطلاقا من المينوغو تجبد لانف. لانف شنو هو؟ هو البلو غون مينوغو، هو اكبر عدد اللي كاينه في المجموعه ديال المينوغو. مثلا المجموعه ديال المينوغو شنو هي؟ موال لانفيني ناقص جوج. شنو هو اكبر عدد في المجموعه؟ راه هو ناقص جوج. الا بغيتي بتعريف اخر فلانف ديال تو هو البلو غون مينوغو. صافي لانف ديال تو راه هو البلو غون مينوغو ديال تو. اذا هنا شنو هو اكبر عنصر كاينه في المجموعه ديال المينوغو؟ راه هو ناقص جوج. يعني بالنسبه للانف ديال تو شنو هو؟ هو ناقص جوج. لاحظتي في هذه الحاله لانف ديال تو والمين ديال تو كيتساواو. علاش؟ حيت هاد المجموعه او ناقص جوج راه داخلك، وكانت خارجه لا ما كانش غيكون، يعني المين في ديك الحاله ما غيكونش، صافي نيكزيست با. بينما لانف غيكون هو ناقص جوج، وهذا الشيء غنشوفوه بالنسبه للامثله اللي غادي نديرو. بقى لينا اخر حاجه اللي هو السوب، سوب ديال تو اللي هو كينتمي لار، ماشي مهم يكون كينتمي لو. شنو هو التعريف ديالو؟ كالكو سوا اكس كينتمي لو، اكس مالا اصغر من او يساوي السوب ديال او. مازال كاينين تعاريف اخرى بالنسبه للسوب والان دالت ايبسيلون، قلنا نديرهم في الحصه المقبله ان شاء الله. ما بغيتش ندخل ايبسيلون دابا، نفهموا غير هاد المفاهيم، يعني المينوغو الماجوغو المين الماكس لان في السوب. هذا راه الا فهمنا اليوم راه مزيان، الحصه المقبله نشوفوا داكشي ديال ايبسيلون خصنا نعرفوهم شنو هما بعدا وكيفاش نديرو نجبدوهم في هاد الحالات البساط، ومن بعد ندخلو ايبسيلون عادي. صافي اذا بالنسبه للسوب شنو هو؟ هو هو اكبر عنصر كاين في المجموعه او، ولكن هو غير عنصر يعني ماشي مجموعه، هو اكبر عنصر كاين في المجموعه او، وما كيهمناش واش هو كينتمي الاولى لا، المهم كينتمي لار. بتعريف اخر شنو هو السوب ديال او؟ راه هو البتي ماجور. صافي هو البتي ماجور، هو البلو بوتي ماجورون بالنسبه للمجموعه او. يعني نمشي لونسومبل ديال لي ماجورون، اصغر عنصر كاين في المجموعه ديال لي ماجورون شنو هو؟ راه هو السوب ديال او. اذا في الحاله ديالنا السوب ديال او شنو غادي يكون؟ قلنا بلي هو البلو بوتي ماجورون، يعني نمشي لونسومبل ديال لي ماجورون، شنو هو اصغر عنصر كاين في المجموعه ديال لي ماجورون؟ راه هو 4، يعني السوب راه هو 4. صافي مزيان. هنا دابا عندنا واحد التمرين، يعني في كل حاله من هاد الحالات ا بي سي دي او اف جي اش، هنا عندنا مجموعه ديال المجموعات، وفي كل حاله غادي نجبدوا لونسومبل دي مينورو لونسومبل دي ماجورو المين الماكس لانف والسي باش ندربوا عليهم. يعني دابا توقف الفيديو من بعد ما شفنا التعريف ديالهم، درنا التطبيق البسيط، غتمشي غتخدم على كل حاله، ومن بعد غادي ترجع باش تشوف التصحيح ديال كل حاله. اذا هنا نجيب ورقه باش نبداو باول مجموعه اللي هي ا. اذا بالنسبه ل ا شنو هي؟ هي 3 7 بجوج داخلين. اذا ا هي 3 7. شنو هي لونسومبل دي مينورو ديال ا؟ شنو هي لونسومبل دي مينورو؟ قلنا بلي هي لونسومبل لي كيلكو سوا اكس كينتمي ل او كيكون واحد ام اصغر من او يساوي اكس، يعني هي لونسومبل لي كتكون صغر من هاد ا هادي. لاحظ معايا بلي لونسومبل لي صغر من ا شنو هي؟ موال لانفيني هاد التلاتة هادي. صافي هي موال لانفيني تلاتة كيما درنا هنايا. قلنا هنايا لونسومبل دي مينورو شنو هي؟ هي كتكون عندنا واحد ام، ام هي اصغر عنصر كتكون في او، بحيث ان كيلكو سوا اكس ابارتونون ا او ديك ام اصغر من او يساوي اكس. بحال الحاله ديالنا هنايا او كانت ناقص جوج 4، يعني هنا لونسومبل دي مينوغو شنو هي؟ هي موال لانفيني ناقص جوج. الحاله ديالنا ديال تبقى هنايا اش غادي تكون؟ الحاله ديال تبقى هنايا اش غادي تكون؟ غتكون هي موال لانفيني 3، موال لانفيني 3 دائما كيكون داخل داك العدد. صافي بالنسبه لونسومبل دي ماجور دو ا اش غادي تكون؟ هي اكبر عدد كاين في المجموعه حتى البلوس لانفيني. شنو هو اكبر عدد؟ هو 7، حتى الاس حتى البلوس لانفيني. بالنسبه للمين، المين ديال ا، المين شنو قلنا؟ هو اصغر عنصر كاين في ا وكينتمي ل ا، ضروري يكون كينتمي. اذا المين ديال ا بالنسبه لنا هنايا شنو هو اصغر عنصر في ا؟ هو 3، 3 كينتمي ل ا، ا كينتمي. اذا المين راه هو 3. بالنسبه للماكس ديال ا شنو هو الماكس؟ هو اكبر عنصر كاين في هذا لونسومبل ا وكينتمي ل ا. صافي ضروري هذا الشرط ديال كينتمي.
7 هو اكبر عنصر كينبقى، واش كينتمي لا؟ اه كينتمي، اذا 7 راه هو الماكس. بالنسبه للانف، لانف ديال ا، شنو هو لانف؟ لانف قلنا هو البلو غون مينور، صافي هو البلو غون مينور، يعني هو اكبر عنصر كاين في المجموعه ديالاش ديال المينور. ها هي المجموعه ديال المينور، اكبر عنصر كاين في هذه المجموعه ديال المينور راه هو 3، اذا لانف ديال ا راه هو 3. بالنسبه للسوب ديال ا، شنو قلنا؟ السوب راه هو البلو بوتي ماجور، صافي هو البلو بوتي ماجور، يعني اصغر عنصر كاين في لونسومبل ديال لي ماجورون. لونسومبل ديال لي ماجورون هي 7 بلس لانفيني، اصغر عنصر كاين في المجموعه ديال لي ماجورون راه هو 7، اذا السوب راه هو 7. الا لاحظتي المين ولانف كيتساواو والماكس والسوب كيتساواو، حيت هنا المجموعه مغلقه وكانت مفتوحه ما كانوش عادي يتساوا. هنا غادي نمشيو دابا للبي باش نشوفوا شنو عندنا في بي. بالنسبه للبي عندنا المجموعه 3 7، بي هي 3 7 ولكن مفتوحه من الطرفين، صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا غنجبدوا لونسومبل دي مينورو ديال اش ديال بي، شنو هي؟ هي اصغر عنصر بالنسبه لهذا بي هذا حتى موال لانفيني، يعني موال لانفيني حتى الاصغر عنصر شنو هو؟ هو 3 ودائما داخل، حيت قلنا اصغر من او يساوي، من دوينا على ام قلنا بلي هو اصغر من او يساوي داك اكس، بحيث ان كلكو سوا اكس كينتمي لذاك لونسومبل اللي في هذه الحاله مثلا بي، صافي. بالنسبه للماجورون، بالنسبه للماجورون دو بي شنو قلنا كنديرو؟ كنديو اكبر عنصر وكندخلو اكبر عنصر كاين في بي شنو هو؟ 7 حتى الاش حتى بلوس لانفيني. بالنسبه للمين، المين ديال بي، المين دو بي شنو هو؟ قلنا هو اصغر عنصر كاينة في بي، أصغر عنصر وكاينة في بي، يعني أصغر عنصر في هذه المجموعة وكينتمي ليها. أصغر عنصر هنا هو 3، 3 واش كينتمي لبي؟ لا، علاش؟ حيت 3 المجال مفتوح هنا، يعني 3 ما داخلش في هذه المجموعة هذه، يعني أصغر عنصر هو 3 ولكن 3 ما داخلش في هذه المجموعة بي، يعني المين د بي مالو؟ راه نيكزيست با، ما كايناش. بالنسبة للماكس ديال بي، شنو عرفنا؟ الماكس هو أكبر عنصر في المجموعة بي وكينتمي ليها. هنا أكبر عنصر عندنا هو 7، ولكن لاحظ معايا المجال مفتوح، يعني 7 ما داخلش، يعني 7 راه ماشي هو الماكس، يعني الماكس أصلا غير موجود. علاش؟ حيت 7 هو أكبر عنصر، وأكبر عنصر ما كينتميش لبي، إذا شنو؟ إذا الماكس هو راه نيكزيست با. بالنسبة للانف، لانف ديال بي، شنو قلنا لانف؟ لانف هو البلو غون ماجور، هو البلو غون مينور، صافي؟ لانف هو البلو غون مينور، يعني سير لونسومبل ديال لي مينور، شنو هو أكبر عنصر كاين في لونسومبل ديال لي مينور؟ راه هو 3، إذا لانف ديال تبي راه هو 3. بالنسبة للسوب ديال تبي شنو قلنا؟ هو البلو بوتي ماجورون، هنا شنو هو أصغر عنصر بالنسبة لونسومبل دي ماجورون؟ هو 7، يعني السوب ديال تبي راه هو 7. إذا دابا شفنا جوج المجموعات اللي هما أو بي، نتمنى نكونو استفدنا منو. دابا ندوزو للسي، دوزو السي باش نشوفو السي عاوتاني شنو غنستافدو منه. بالنسبة للسي هي 3 7، 3 خارجة و 7 داخل. السي شنو هي؟ هي 3 7. إذا هنايا بالنسبة لونسومبل دي مينورون دو سي شنو هي؟ هي اصغر عنصر الموال لانفيني، يعني موال لانفيني اصغر عنصر كاين في السي شنو هو؟ هو 3 دائما داخل. بالنسبه للماجورون شنو هو الماجورون ديال السي؟ راه من اكبر عنصر اللي هو في المجموعه السي اللي هو 7 حتى الاش حتى بلوس لانفيني. بالنسبه للمين، المين ديال السي لاحظ معايا بلي اصغر عنصر كاين في السي هو 3، و 3 راه ما داخلاش في السي، اذا المين مالو؟ راه نيكزيست با، ما كايناش. بالنسبة للماكس ديال السي، شنو هو الماكس ديال السي؟ وأكبر عنصر كاين في السي وكينتمي ليها، لاحظ معايا أكبر عنصر في السي هو 7، و7 راه كينتمي للسي، إذا الماكس راه هو 7، صافي. بالنسبة للانف ديال السي قلنا هو البلو غون مينور، شنو هو أكبر عنصر كاين في لونسومبل ديال لي مينور؟ راه هو 3.
وبالنسبة للسوب راه هو بلو بوتي ماجور. شنو هو أصغر عنصر كاين في لونسومبل ديال لي ماجور؟ راه هو سبعة. لاحظتي معايا باللي لانف هو أصغر عنصر كاين في السي وما كيهمش واش كينتمي ليها ولا لا، وبالنسبة للسوب هو أكبر عنصر كاين في السي وما كيهتم ما كنهتموش باش واش كينتمي ليها ولا لا، بينما المين والماكس خصو ضروري يكون أصغر عنصر بالنسبة للمين وكينتمي ليها، الماكس خصو يكون أكبر عنصر وكينتمي ليه. دابا نشوفو بالنسبة للدي، الدي غتخرجوها بوحدكم، الدي شنو هي؟ الدي هي تلاتة سبعة، هادي غتخرجوها بوحدكم حيت ساهلة نفس البلاند هادي، غير هنايا غيكون الماكس نيكزيست با، إذا نحاولو معاهم. دابا نمشيو لأو، بالنسبة لأو شنو هي أو؟ هي تلاتة بلوس لانفين، تلاتة بلوس لانفين. مزيان، اذا بالنسبه ل او 3 بلس لانفيني، اذا بالنسبه لونسومبل دي مينورو دو او، شنو هي لونسومبل دي مينورو؟ قلنا كنديو اصغر عنصر لموال لانفيني، يعني هنا موال لانفيني واصغر عنصر كيكون داخل. شنو اصغر عنصر كاين في او؟ راه هو 3، 3 هو داخل. بالنسبه للماجور قلنا كنديو اكبر عنصر كاين في او حتى البلوس لانفيني، اكبر عنصر كاين في بلوس لانفيني، واش غنقولو من بلوس لانفيني بلوس لانفيني؟ لا ما يمكنش، يعني هنا شنو الماجور راه ما كاينش في هذه الحاله ديالنا، الماجور راه ما كاينش، حيت لاحظ معايا الا جينا نديرو هنا من بلوس لانفيني بلوس لانفيني لا ما يمكنش، حيت اكبر عنصر هو بلوس لانفيني في المجموع، بلوس لانفيني ما يمكنليش ندير من بلوس لانفيني بلوس لانفيني. اذا واش غنقول نيكزيست با؟ لا ما يمكنش، علاش؟ حيت هذا ماشي عنصر، هذه مجموعه ما كايناش، يعني لونسومبل فيد. صافي، اذا لونسومبل فيد، اذا بالنسبه للماجورون دو او راه هو لونسومبل فيد. بالنسبه للمين، المين دو او، المين دو او اش كيساوي لنا؟ قلنا المين هو اصغر عنصر بالنسبه للاو وكينتمي ليها. لاحظ معايا هنايا بلي اصغر عنصر في او هو 3 و3 راه خارج ما كينتميش ليها، اذا ما المين راه نيكزيست با. وبالنسبه للماكس ديال او، لاحظ معايا اكبر عنصر كاين في المجموعه بلوس لانفيني، بلوس لانفيني ماشي عدد، اذا الماكس هو نيكزيست با. صافي، بالنسبه لانف ديال او شنو هو لانف؟ شنو قلنا لانف هو بلو غون مينور، اكبر عنصر كاين في لونسومبل ديال مينور. شنو اكبر عنصر في لونسومبل ديال مينور؟ راه هو 3. وبالنسبه للسوب شنو قلنا؟ هو البلو بوتي ماجور. بالنسبه لونسومبل ديالي ماجورون مالو راه كتساوي لنا لونسومبل في، يعني السوب مالو راه نيكزيست با ما كايناش، حيت اصلا لونسومبل دي ماجورون راه كتساوي لنا لونسومبل في، اذا انت السوب راه نيكزيست با، حيت قلنا السوب هو اكبر عنصر في المجموعه وما كيهمش واش كينتمي ليها ولا لا. هنا راه اكبر عنصر راه ماشي حتى بلوس لانفيني، يعني ما كاينش عنصر كبير محدد، يعني حتى السيب واخا كينتمي للار راه ما كاينش، حيت هنا راه اكبر عنصر ماشي بلوس لانفيني. اذا هادي بالنسبه لاو، نشوفو شنو عندنا من بعد. هنا عندنا اف، اذا نكتبو اف، وهادي تكون اخر حاجه نديروها في هاد الحصه، البقيه هادي تخرجوها نتوما. شوفوا اف شنو عطانا، اف قال لنا بلي هي موال لانفيني سبعة، اذا هادي بالنسبة لاف. اذا بالنسبة لهنا لونسومبل دي مينور دو اف، شنو هي لونسومبل دي مينور؟ لاحظ معايا هنا لجينا، يعني اصغر عنصر في المجموعة او ما كيناش، يعني موال لانفيني، واش يمكننا نديرو من موال لانفيني حتى لموال لانفيني؟ لا. اذا هنا شنو راه لونسومبل دي مينور نيكزيست با، يعني كتساوي لنا شنو؟ لونسومبل فيد. بالنسبه لونسومبل دي ماجور دو اف شنو قلنا كنديرو؟ كنديرو اكبر عنصر حتى البلوس لانفيني، عندنا اكبر عنصر هو سبعة، يعني من سبعة، سبعة داخل حتى الاف حتى البلوس لانفيني. بالنسبه للمين ديال اف شنو كيساوي لنا؟ بالنسبه لهنايا عندنا اصغر عنصر في المجموعه، يعني ماشي الموال لانفيني، يعني راه ما كايناش اصغر عنصر، صافي هي ماشي الموال لانفيني، يعني المين مالو راه نيكزيست با. وبالنسبه للماكس ديال اف قلنا هو اكبر عنصر خصو كينتمي للمجموعه، اكبر عنصر هو 7 و7 كينتمي، اذا الماكس راه هو 7.
بالنسبة للانف دو اف شنو قلنا لانف؟ لانف هو البلو كورون مينورون، وهنا لونسومبل دي مينورون كتساوي لونسومبل في، اذا شنو لانف ديال اف راه نيكزيست با، حيت هي لونسومبل دي مينورون راه ما فيها حتى شي عنصر، يعني حتى لانف راه ما كاينش. بالنسبه للسوب ديال اف شنو هو؟ قلنا بلي هو البلو بوتو ماجور، لونسومبل دي ماجور هي 7 بلس لانفيني، اصغر عنصر في هذا لونسومبل راه هو 7، اذا السوب راه هو 7. بالنسبه لداكشي اللي بقى لينا واللي ما درناش، ما درناش الضي، يعني هذه تحاولوا مع بيدكم، هي 3 7، ما درناش الجي اللي هي 3 بلس لانفيني، وما درناش اش اللي هي موال لانفيني 7. اذا هادو هما اللي غادي تجبدوا لهم الميل الماكس سوب ولانف، لونسومبل دي ماجورون ولونسومبل دي مينورون، باش تدربوا عليهم في الحصه المقبله ان شاء الله. غادي ندخلوا ونهضروا على ليبسيلون.